عسلامة. عسلامة. قدم لي روحك. مروة 30 سنة من تونس. اش تعمل في حياتك؟ حد شيء توا قاعدة في الدار. ما لقيتش خدمة معناها؟ فماش خدمة. أنت تمشي تقدم روحك وما تلقاش؟ بيان سور نقدم روحي وما نلقاش. بالك السالير ما يعجبكش ولا حاجة؟ ليه مش مشكلة سالير، كنت خدمت كل شيء أنا، ما عندي زرف حد شيء إلا غالب. كيفاش ما تداومش في الخدمة ولا تصير مشكلة هكا تخليك تخدم؟ نوصل للترسيم يطردوني، يقول لك هكا هاو سامحني. غير سبب؟ ما عنده حتى سبب، فانت كونترا هكا وما نعملش مشاكل أنا في الخدمة. بالعكس بونكتويل نخدم عكس برشا عبيد. كل واحد باش يخدم بضميره، لا كان خدمت لروحك كان ما خدمتش لروحك في الاخر. دونك هذه بقات مشكلة الشباب في تونس. بالطبيعة مشكلة الشباب كل، شنو هي خدمة توا شنو؟ بخلاف انك تخدم 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 برشا سوايع بدخل شهري ضعيف. شهري ضعيفة؟ انا خدمت في الشركة هذه اللي طردوني كتر بوست ب 300 دينار. ريسبونسابل. معناها رغم هذا انت خدمت. خدمت بالطبيعة. نسمع برشا يقول لك الشباب يتشرط، الشباب ما يحبش يخلص اللي يجي. هنا نشوفوا في شباب يخلص اللي يجي ما في الاخر يطردوهم. فما 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 وصلت خدمت حتى ب 5000 فرنك انا عاد. ما هوش عيب، تحب تخدم تخدم، ما تحبش تخدم تحب تمد يدك، تحب تستنى تستنى. ورغم هذا معناها ما لقيتش. علاقة بصراحة عندهم الحق كي يتشرطوا على خاطر برشا خدمة وسالير شوية. اما كمان واحد ديما خير من اللي قاعد، معناها فهمت، خير من تقعد واحد يمد يده وخير من اللي قاعد. اما بصراحه ياسر والله، فما عباد لتو تخلص في 200 و300 و حاجه بالحق، شنو يعملوا؟ ما يعملوا حتى شيء. 300 الف حتى ترونسبور ما يجيوش. والمعامله كيفاش في الخدمه؟ كان طفله مسكينه وكهو والله. كيفاش مسكينه وكهو والله، كان هي معنا بنت فاميليا وعاقلة مسكينة، شرى ربي معاه. تتعرض شوي مشاكل؟ برشا. مشاكل من نوع شنية؟ فما اللي عاملك هكية كعرف مثلا، فما اللي يتحرش. الزوز فما عروفات أنا خدمت معاه ما يرجعش عليك حتى سلام ويحقرك، وفما عروفات اللي يبدأ يرجع عليك سلام طريقة أخرى. وترى فما استغلال متاع ظروف؟ بالطبيعة أخي، احنا علاش هكا؟ خاطر كل واحد استغل في غيره، في خوه، في صاحبه. اخواتي استغلوا في بعضهم هذيك عليها هناك. معناها ساعات يشوف طفله زواليه يعلم بها كان ربي جايه تخدم، وهو يعرف اللي يلزمها تخدم يولي يستغل في الظرف هذيك. هذيك هي المشكل اللي تخليك انت تخدم اي حاجه، تلقى هذاك من بعد يسمع بيك انت خدمت ب 300 يسالك على خاطر ويشوف الدوسي نتاعك يقول لك ماكش خير من قبل، معناها يستغلك. وطونك هو اللي قبلك خدم باكثر منك الدوب اللي جا. أنا في 300 هذايا اللي قبلي خدمة في 700، والطفل اللي كان قبلي 1,200,000 وخدمت وسكت. شنو باش تعمل خاطر الظروف تحكم عليك هكاك هكا. كيف باهي تعرضت للتحرش ولا؟ تحرش في كل بلاصة، في الشارع، في الخدمة، في الناس. كيما في الشارع كيما في الخدمة. بالطبيعة تولي من بعد معاملة أخرى، كان ما مشيتش معاه في الخط يولي وقتها معاملة أخرى خايبة على الآخر. يولي تولي معاملة خايبة على الاخر من بعد، يولي يقول لك يولي عيط يسيح، ما عادش يحب يخلصك، ينقب لك سوايع زايدة. صارت برشا حكايات خايبة حسيت. وصل حتى معناها واحد خدمت معاه كبير، رجل كبير 93 سنة معناها، وصل قدام الناس الكل قال لي ما عادش يساعدني، انت ياسر عقدتها متربية ما يساعدني هكا معناها. تولي معاملة، تولي انت كيف تحقرو تقول لي خلينا نخدم على روحي ونطبس راسي وش يهمني فيه، خلي يتكلم وهاتكو. يولي يلعب لك على الكوتي نتاع السالير، ينقص لك من الشهريه، يبدا يعيط عليك، يبدا والا ما يطردكش، ما يستفزك على الاخر على الاخر على الاخر اللي انت تخرج. انا والله عندي صبر ايوب الحمد لله، ما شفت الظروف تلزك انك باش عباد ما جات حتى شيء انها توصل باش تعمل معك هكا. تسكت تطبس راسك، ما تحبش انت معناها هو يستفزك، يعرف انا اللي هو يستفز فيا معناها باش نخرج انا، انا نبدا نخدم ونسكت خاطر ما عنديش حتى حل. وني يزيد يتاكد لي انت صباك تحت الزرسه. صحيت وقتها يولي عاد يمشي لك الكوتي، شنو هي انت اللي تخدم عليه فلوس؟ انت تعليش ساكته على الفلوس؟ هاو انا نحي لك شطر الشهريه، هاو نحي لك ربع الشهريه. تقول له علاش؟ يقول لك ما دبرش علي. فما هكا يقول لك هذاك الموجود هكا، كيما هكا يقول لي هذاك الموجود. وتحس انه اغلبيه العروفات ماذا بيه اللي تخدم عنده
موينة ما نحبيش تخدم عنده هذي، تخدم معاه ماذا بيه؟ لهي معرسة لهي مخطوبة لحد شيء؟ والله حتى كان معرسة لا تفلتها، وحتى كان مخطوبة لا تفلتها، وحتى ما فماش راهو بالحق شيء بالرسمي يعمل العار. والله خدمت معناه فماش واحد مش معرس مش مصاحب على مرته وتقول لي طليق. هو طليق علاش؟ المول خدمة خدمة وتصحي بذك على روحك أمورك في الشارع. قلت أنا العارف قلت له معناه خلي معناه أنت ما جا يصنع في جو هو البرة ما فماش رجل ما هوش قاعد مش البرة والداخل وفي الخدمة عيب والله عيب. نحب في الخدمة والبرة والداخل من دون نلقى صاحبتي معاي حبها كوليكسيون معناه هذي. ما يحبوش يخليوا العبيد تخدم على رواحها. ما يحبوش يخليوا العبيد تخدم على رواحها والراجل يولي يعرفها من بعد يحب يوصلها والكل سينو تتلز هي باش تسكت عندها صغار وكيريا والكل وتقول له اوكي يولي رجلها من بعد يتقلق وتولي مشاكل المخطوبه تقصها مع خطيبها واللي مصوحبه تقصها واللي معرسه تطلق وهكاك وهي تفيق بيه زيد مع زميلته يعمل في نفس الحكايه وكها. وشنو رايك اللي ترضى بالوضع وتمشي في الخط معناها مضطره؟ والله مش الناس كل مضطرين راه انا ريت عبيد هكا ريت عبيد نظاف ومهما كانت مضطره على الاخر عمرها ما مشيت في طريق خايب وريت بنات ما همش مضطرين معناها لبس عليها عائلتها لبس عليها تخدم بالزيد معناها عجه وقت يقلقت وتمشي في طريق الخايب انت والعبد راه انت والتربيه فما هكا فما هكا باش ما نظلموش. اما في الحاله هذه نورمال مو تشكي ولا ما تشكيش؟ كاني هي راضيه علاش باش تشكي؟ نحكي لك علي ماهيش راضيه تشكي ما عندها ما تعمل صدقني. شوف الكلام حاجه والريال حاجه اخرى راهو الكلام حاجه والريال حاجه اخرى تشكي معناها كما انا عارفه كيفاش تشكي ولا عارفه اللي قبله واللي قبله معناها عباد لبس عليها واصله وعندها معناها معارف معناها حتى كيفاش تشكي بيه شاف حكى عليك اللي جاي تشكي يقول لك يبدا يحكي لك على دليل واعطيني الدليل وجيب شكون يشهد وهذاك هو القانون في تونس ما تنجمش تثبت عليه تهمه معناها بالرسمي بالمجد مش قول له كاميرا نقول لك مانيش عاتي ما تخدمش قال لي ما تخدمش كاميرا عارفه يعني وهي تخدم معنا مش نبش كيفاش باش تحكي معاه كيفاش باش تجيب حقك. وفما منهم برشا فما منهم برشا معناها العروفات هذوم في كل بلاصه في كل بلاصه. تحب نقول لك حاجه نسبه ما نقول ما نظلموش نقولوا 100% نسبه كبيره نتاع 80-90% موجود وحتى كان يبدا عاقل ويصلي وما عندوش حتى كان عاقل ويصلي وما عندوش معاه حد شيء جي طفلة مزيانة يولي يخدم في مخ. شي تحب تقول للعرفات هذا؟ نقول لهم خافوا ربي معناها عندكم نساكم وعندكم بناتكم وخلي العبيد تخدم على رواحها وما تاكلوش عرق العبيد راه فما ربي حرام بالحق. فما عبيد راهي كارية عبيد راهي بيتا للشر عبيد راهي بالحق كل واحد معناها وظروفه والكل. ما شاء الله ربي يهدي فما هذه مشكلة الدولة فماش رقابة. فماش رقابة تمشي تشكي للنقابة يقول لك ما عندنا ما نعملو لك ما فماش رقابة بالرسمي في حتى شيء لا في مراكز لا في إدارات لا في ما فما حتى شيء. يعني كي كنت تخدم على بيرو الشغل مرة يجيك بيرو الشغل يشوفك هاك تخدم على روحك هاكا هاو ما يقولكش تستحق لا فماش قلق لا ما يحكيو معاك في حتى شيء هاكا جوست انتي معناها قاعدة باش الفلوس ما تمشيش هكاكا هاكا هاو ما فماش حتى رقابة. حسيلو ميرسي يعطيك الصحة. عايشك ميرسي بوكو.